يردي يردي هاي علمي قوة يفتينا ذما هقاي مر نوا وداد في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي وانا قالت لقو حوك سدو لقو اذيك تاي وعين كجري فصل كيل لحال في بداية السبق وقدره وترتيبه مرنوا أسبابها نفلوه كوينتقالاني مرنوا إليسو حقا لقو أقذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعين كجر فصل كيل لحال في بداية السبق وقدره وترتيبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلي وسمعته وعن مغلي الشيخ الإمام الأستاذ فخر الدين الكاشاني رحمه الله الله عز وجل كرهي يقول سقولي كانت وحي جارية أدون لأبي يوسف أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم أصونا أطي أمانة عند محمد رحمه الله وحي أمانها نقولت شوكتي محمد بن حسن الشيباني فقال لها وحكولي محمد محمد بن حسن وحكولي هل تحفظين ما كحفظ صنطها يوم كهيسا من أبي يوسف شيخ أبي يوسف يا سيد كاكاها في الفقه حق فقه شيئا وحنا ما كهيسا وإن يرأو جاريضه أدونه شقيسا أو أبي يوسف مرقه شقينه سيولها أيوب ويدين يا أبو محمد بن حسن الشيباني عالم قوين الله يهي أبي يوسف وحمكا يسافقها وحمكا عفت صدتها قال بحيت الله مايا إلا أنه كان وها يكرر مدع العليا أو يقول إلى ذا سهم الدوري ساقط سهم يا دورك يا وريك مركا كان يا ساقط مركا مدع سوي أو ماشي والغصار يا فحفظ ذلك منها مثل ذا أيو دبيتنا كحفظي جارية أيو مثل ذا كحفظي سابو دور ساقط وكانت وحاني أهيد والحال كانت وحاني أهيد مثل ذا سي وسهم دور ساقط ومركا حلنا أيو تلمامي وكانت تلك المسألة وحيد مشكلة على محمد رحمه الله مد كنت أجن إشكال إكوها إيسا وأنو عدين أي أهيد فارتفع إشكاله إشكال كي يقرسوني ذي يمكدي مسألة كي تشري أي أكاكر نغضي بهذه الكلمة كلمة دا أي تلو عن مغلي تشريوني ساقولي سامو دوري ساقط أي إشكال كي مسألة كي سبكاكر نغضي فعلم وحو أقاذي مركا أن الاستفادة فإذا يسوء ممكنة إن يسوء تقل يسوء من كل أحد قف قصة إن وحلق فإذا يسوء إن يسوء تقل يسوء تاسو معنى هذا يحي قفق إن وحل والب فإذا يسوء إن وعد والب وحك فإذا يسوء كريم كفا إذا يسوء إمام قاوين محمد الحسن بوحو كفا إذا يسوء مثل هذا إشكال لكوا الحل كهذه إيه السيدي مركا يقفر عندي هوين إذا يرى شقالها إجارية دا أيوك فايدي سيدي هذا الغطو صوقاتي واتا هذا المسألة دا نساه مدوري ساقط وحيا هيد مسألو حل يدا أي نولايين أبو حنيفة إيو محمد بن حسن إيو أبو يوسف يأي ودا نولايين كدع ذي كوفا أيهي إن بدنا علماء أي سويديين
وأي كونا قفين بضنو كميدي إمام أبو حنيفة أو حجك آذو تقي تشري أيام مروا صور نقضي بي صوقة بلانو مركاسي مسألة دي ويدين مركاسي وحو لسهم دوري ساقط أما أسقط السهم الدائر سهم يوريق يماشا كسارة مسألة دوي أنصح دون تأسوهم كذكر أيو سلايين مسألة أن وحي كم تيون مسألوين ك أي تفريعيان أي ملا أولان أي سي سوريان حنا أفضو أي سوريين كأذي أي كصوب بحدي أي سكو خلافان أنت بدن حنا أفضل لقو قبصدو ويا مسائل عن دعيم بي أنت بدن سي ملا أولان أي مركز سي سوريان ومركز خلاف كي مرنك هذا لكو وبطول إلى وحلو بهين ما هو وقت يقول لكل من أيوه وحان دعين أمال لك يا أبا إنا ندعي دوري ويا مسائل كما كده لقو قبصد ويا مسألة أن السورة هذا مبسوط يا سرخسي إلا دور بابا يقول لي مر باب الخلوع يقول لي يا يو مر يعني حق وصية يقول لي يا نو مر حق مركا وحي يقول لي يا نو هبدا أو مثال كيمك وشارعه إنه ديقان أيو وحاولا يهي أهلك أوسين أقول يا مريض وهب عبد له من مريض آخر لمريض آخر قف حروسر ايا ايا اضانو لها وهب يينيك روح حنوسن ايا قعنت ايا نوقلي كدبكي لوهب ايا حنوسن ايا اسنكي هرا يوهب ايا قعنتو سوقلي مرقي هلقا مرقي ساكن هرا انتو هب ايا وبحيو قعنتو قلي كي كلا لو سوهب ايا قعنتو سوقلي ايا الا بادي بردنتين وحوله أي ليهين وأن أضن كاهين مجرو ده وحنين وقينين وكتربتي فقه هيدا إنه كصامرنا قفق مرهدو مرض الموت كتشرو وحو بحين يأي وحو دردار ميابا وثلث المال وحو ريس تحمل دوميل وحي كبضا وكحجر سيها يو حيرات با كسارا صدح مرضو ميل وحي كبضا هذا دردار انتهي إيها دي أي مركة تبرع مركة منجس كالدقاء وشرميد يدون تباتي ثلث أيوم بين نقطة بس لذو مركة أي حلقة مره يصو وحا سوقل أي تسلسل يدوري إسكدب وريك با سوقل أي لأنه مركو كان هريحاً ونصنع أدونك هبئيو أدونك صدح ميلاده وميل أيوم بهبئين كريا لبدا كالاوي هريان ومهبئين كرو كي كلا مركو كان كلاو هبئيو صدح ميلاده وماشي لوسو هبئي أو صدح لو قيبي ماشي دون بكنا سو هبئين كريا إلا واحد كلام ملاها marka uu kani saddex meelado meeshii soo celiyo ki hore thuluthgiisi baa kordhaya thuluthgiisi markuu kordho wixii uu ninkan marka xaqiisa u kacayay ayaa yara kordhaya haddana isna wixii thuluthgiisa noqonaya kasoo noqonayay ayaa kordhaya haddana halkaan ay ka sii kordhaysa yaani markuu xaq yar soo gana korod buu keenaya markuu xaq inta gana korod buu keenaya marka dawr iyo tasalsulka ayaa meeshi ka imanaya waa laba masalo oo isa suran oo iska daba wareegaya weeyo waxaanu dhin marka uu adoonka bixiyo hore de wuxuu bixin karaa saddex meelood oo meel ki kale marka uu isaguna de soo celiyo ila marka horeba saddex meelood oo meel uu ma loo hibeeyo saddex meelood oo meel baa isra ka soo noqonaysa thuluth thuluth baa ka soo noqonaya thuluth thuluth markuu kan ku soo noqdo ila wali may dhimanine هذه قرالنا دي ثلث المال وحل اعتباريا مركو قف قدنتو ولي ثلث كي سمو تاقين مركو ثلث ثلث صان نقضو ثلث ثلث كي نكنا كردية مركو كاري كردنا كان هدنا وحيو هبا يبا كردية هدنا كاري وحيو سوع اللي يبا كردية هدنا كانوا مساء سيد ويترى يسكو الضبان نقول إيسا مركي دب يترى أي تاسد عضي أي وحلو بادي حساب أي صورة قلتها إن مسألة دي لقو تصيحيو marka waxa ila deen waa inaan raadinaa xisaab thuluth leh
صحيح ملوضة وميل صحيح عليه ثلث قاسنا ثلث وثلث وسين لي يهي مركا واحد نقول استعمال لي السقال أدونك مركا السقال بينو خدقينا سقال كي هبادة هورا واحد كوان صحي صدح ملوضة وكمدة صدح ذا مركا أي كان وان صح ذا يوتكتو إساقين هبادة وحا كسو نقونا إياه حلبا كسو نقونا إياه والله بو هر إياه sahmiga wareegaya horta waa ka waa halka ka ka soo noqday sahmigaas hadaba meesha laga saarayaayo leeyahay mudawri saaqiduna waa ka saddexda suludiga halka ka soo noqday way ka sa mudawri saaqidu ka sa meesha laga saaraya misaladi markaa sideed bay ku soo fadhiisaysa sideed markay ku soo fadhiisato himadii hore waxay noqonaysa saddex nigida ma himadiisina waxa ka soo noqonay hal halkaas ay isku taageysa marka ninkii hore markaa wuxuu yeelanayaa lix ilaa isaga shan baa u soo haray markii sagaalka inuu saddex inuu xagan ka marinay waxa uu soo haray shan halka mar inuu daro waa lix kii kalena waxa uu haraya laba ayaa u haraya halkaas ay markaa mas'aladu ku ansaxaysaayo ay ku fadhiisanaysa waana mas'ala tafriicaha markaa ay si malaawaleen oo saas u sameeyeenoo يعني فهم كذي وحوين وكسي هوسترانا أنا يجرين مركا فرت بع إشكال بهذه الكلمة فعلم وحو هذا أما فعل وحل أن الاستفادة ممكن أن يسلطجس من كل أحد ولهذا سأد رد إذا قال أبو يوسف وحو حين قيل له مركين لقيري بما أدركت العلم علم جمع حياتك قاديات كهلا شيئات عالم كن قطين قال وحو ما استنكفتو كمان سنتاجين أو إس كمان كبرنين من الاستفادة كفايديسي أن كفايديسنا يعد وما بخلت بالإفادة كما نام بخيني فايدو يكرنين أن عدو حكرنين يو وعلي ولهذا سيد رادين إن الاستفادة صورت قلت عيقف قصة يقال أبو يوسف وحييني حين قيل الله مركي لقولي بما أدركت بماذا أدركت العلم علمك أما حاتكو على الشيطكو قادات مركا عالم كن نقطي قالوا وحلي ما استنقفدو كمان سد أقلو إسكبان كبرنين من الإسفاد كفايديس قفك السعن كفايديس وما بخلدو كمانا بخيل بالإفادة إن قفك السعن وحي كفايديس رينا إن أفايدي قيل لابن عباس وحل لقولي بما أدركت العلم علمك ما حاد أدوكم كهل يا شيء وأدكو قادي قال وعري بلسان سؤول عرب سؤال يويدين بضن وقلب عقول عقلي كسد إيا فهم بضن وبدن يجري في السراء والضراء فرحة يعني حالة مركة في يعني حالة أدقبة صبور خص بربضن أو خص بريا انت عدن بين نسخة بديو دمارك يانتن مركة صدع هذا مخدود مركة لقو تسيحية من لقو مقابلية أي خص غنطاي وحشيق لي يقيل ابن عباس ابن عباس با واحد لقولي عبد الله ابن عباس ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم رسول الله وإن أدرك رسولك هجرة كهر صدح سنة كهر هجرة أيون الشيء رسولك روحه قد عيه فهن وقرآن كفهمه حبر الأمة إيو بحر إيه اللي قم عبي علم يسا فربدنان ديسا لحدا نيس دادي هجرة مركة يا هيدن واقير يودي وانا الصحابة كوا مركة مكثرين داي حديث قبضا وانا عبد الله ذا مركا صحابة ذا متك مدى عبد الله شع صحابة ذا متك مدى وعي وانا فوق هذا صحابة ذا أيو كتير سيهين لكن أذر كان مركي إلا راديي ابن عباس مركا لقى مهرين يسقوا لقى ورين أيو لكن الحافظ ابن عبد الله في بيان جاء في جامع بيان العلم وفضله أيوه مركا ليسقوا أبي هلال عن قتادة عن عبد الله بن بريدة معاوية بن أبي سفيان أي أدقبل أن نصابا نين لورنشري أو تابعي هايو مركا أدقى نصب كي يسر كي يقاناها أيو أياري مركا ساعة عربية ذا مو ويدي
أنصابته ذلك أيو ويدي حديا أيو ويدي ده ترى نن عالما أيام يمشي يمي مركز أوعري من أين حفظت هذا كان حجبات كحفظ رسول حفظت هذا بقلب عقول ولسان سؤول يعني سنة كاسي أثر كاسنا وضعيف لكن ابن عباس مركز أيضا شيخ أم بأوتي ريوات النساء حديثة وإن بضنه أصل أن لهين مركا أوصو قاتو أي أضرب بضنه مركا أوتي ريو سلف قرأ أن لهلين مركا بما أدركت العلم علم جمع حاد كوكا لذكوا للشبال اللي قالوا عري باللسان سؤول عرب يعني سؤال بضنه سؤال شكو حل لغاضو عدو البوح ويدية وقلب عقول إيا قلب مركا حل دير وحق عقلي مركا يسوي لكو حيل دير وبدن يجل في الصراء والضراء حلق مركا برواقضة يحلق نباتضة صبور صبر بضن أو يسوي لكو صبر وآن دقاق يعني علمك لا قديسا أيانا لو ويدي علم محاد كو قادي سيدا أينو أركي دون أبو حنيفة بأيضا أولا ويدينا يوم أما قار كلباء إليهين مذكر أيام لقوي بما أدركت العلم مركز أوحر بالمصباح وبالجلوس إلى الصباح وعن قوكار فينوسي إلى الصباح إلى أنفرده وإن فينوس شتو إلى الصباح إلى وحق رسول مذكري وينبغي للمتعلم وحبنا الله يكون بخيلا إنا نقول نمتك بخيلا بعلم علم إنا نكون بخيلا إذا استفاد منه إنسان إنسان مركو يقف قفا إذا سنيو وسب هذا بكتابه من كتابه كتاب كيس وكفى إلي سنيو إنا نمرقى كبخيل أيها حبون طن مرقى نسخة إيسا بديو مرقيان وينبغي للمتعلم وحبون ألا يكون بخيلا بعلم علم إنا نمرقى كبخيل إذا سب هذا منه إنسان هدوق كفى إلي سنيو وإنا نمرقى كبخيل ووسب هذا بكتابه كتاب كيس وكفى إيسا وإنا نكون بخيلين وقد بيان قال عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك وحييري هذا اللي كان نسخ بديو ذكو قرنا من بخيل بعلمه علم جيسا كو بخيل ابتلي بأحد ثلاثة صدح متكو ذي اللقو امتحابا إما أن يموت إنو دنتو قبل أن يندفع بعلم علم جيسا إن داركو اندفعين ابتلي إن لقو امتحانه بخدمة السلطان ماذا هذا هي مرة كامر كمسلمين ده ألقى وصر أي وشقين ديسا أو ينسى ما علمه أما إنه إلا وبا وحي مركز وصابرتي إنه إلا و أيا لقو إبتلايا وحلايا قال عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك المروزي وحقوش يا حافظ ابن حجر تقريب التهذيب كمركو شيقة يكادي ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير بل إنك نقال يسر رعيه واثق وثبت وفقيه وعالم يعني دغسي ومجاهد جمعت فيه خصال الخير وحال ليالي يوحي خيرك وخصلي حر لها نك أول لقو كل مي وحا والله إله هذا صحابة ما يديرين عبد الله بن مبارك إلا بشرف الرؤية شرف دي أركتنا أي نبي أركين مو يعني صحابة وحا يديرين مجرين وحا إلهي سيئة فضليا إيا خيرا إيا ثقاء إيا إمام نماء إيا زهد إيا علم إيا ديغس النماء نما القبينه إلى هاي سر إيا أقون إيا مال بوها نن مجاهده مركا جيسي وجهاد بوها نن رحالو علم قدون بوها نن أنكو بخيل مالك إلى هاي سيئي بوها وحل شاقا إنو حجسين شري يعني تربى ذنو أصحاب ديسا يحر ديسا يديسا كميدا إنه قرش كبي حنشري أو إلا يمر خيصون قرير حتى هدية أي هيرودا وصق هذا يان يوحى يوم تكون صفر إنه مر خيصوس وددري شري عبد الله بن مبارك ونك قيمة هالوي وحنود انتي
بقول كوبي سيدتن جي هجرة مركة هيد صدح إيه لحدن جر إسقوعة وأنا علماء أي حبون ده أي رندي إن لآخرية ترجمة ده أي واحد بدن لقى في هذه السنة يوم سير أعلام النبلاء تذيب الكمال وهو كل أيها مركة ترجموين أي كل أيها وإن مركة الله نقضى الله آخرية ترجموين بعد درب كل أيها وواحد بدن لقى في هذه السنة قروا oo yaani margu caalim caamina noqday markii qaar qood isagoo meel magaalo soo galay oo umadii ay gabiyad wa daba yaacayso oo ruux dumar ay tiri taa ma muxuu yahay ninka san loo daba yaacaya ma amirki ma sultaanki ba ma amirul mu'miniin kiba soo galay rasuulullaah wa abdullah ibn mubarak way ninka san loo daba yaacaya ee hareeraha looga socdaa marka abdullah ibn mubarak waa ninka qiimaha leh laakiin athar kan isaga labdiisa لقام حيو وحسن لقى حيو خطيب وخطيب البغدادي جامع بيان وكسو صاري الجامع لأخلاق رأي وأداب صانع سبيان الثوري إنه هذا اللي يري من بخيل بعلم أبتلي بثلاث قف علم جيس كوب بخيل صدح ما لقوا بتلي إما ينسى ولا يحفظ إنه إلا هو نحفظ وإما يموت ولا ينتفع إيه مركاد انطعن وكوين دفاعين وإما أن تذهب كتبهم إما إن كتب دي سواتك طعو دي قاد بي كتب دي وكتبين جلتي مركاد سأل ورنج لما كتب دي وكتبين سي عبد الله بن الله عوكرة كتب دي وكتبين حفظ دي سواء كتبت أيوها دي تنوحي سواء سكتر سواء سواء رواية دي سواء لغتي مركاد من بقيل بعلم مبتلية بأحد الثلاث صدح أرم من نتكوت بالغوي بتلية إما أن يموت قبل أن ينتفع بعلمه إذا العلم يسكوين دفاعين ku dhaqmeen u sii gudbin inuu dhinto oo ubtuliye bi khidmatii sultaan sultaanka ayaa madaxa muslimiinta u sareeya inuu adeego u noqdo isaga yahay markaa cilmiga ilaahay siiyay inuu markaa isaga loo adeego loo qidmayaa yahay laakiin inuu kuwa la hoos u qidmaya ayana ibtila weeye hadith ba yahay imaam ahmad iyo abu daawud ay warinayaan sheekh albaani sayyid hasan oo ku tilmaamay من بدا جبا ومن اتبع السيده غفل ومن اتى ابواب السلطان افتتن قفقا غير باديا نقدا وقلل قلبي سعد كادا قفقا اوغا دراعي اوغا رسد نقدانا دي غافل بو نقدا الى هي دعدي سي واخ كلا تونا ما اوغادو غافل بو كان نقدا قفقا الباب السلطان مدا تغانا وافد نوبه وافد نوبه ان بدن باري علمادو مرغا كدغين سلفغي يعني مدحدا وغليديدي وتغديدا وحنا يغديغي وحا ويا دي قفقه مركا بادل كودا اي حمان دا اي ودان مركا كو راعيا انيغا مركا ان وانيه ير و خوغو شيغو ان اوغو تغيا ما اهين يعني ان دا مركا دي سا اوغو تغتينا ان كوبان اي هيدو علمدا تيرسان الى دو مجامليسا ان اسقو دالي ما هو مركا ددي دنيا برهغي دي ان دو مجامليسو oo aad markaa de amaanta u may keenaysa dibeetana halka haddii dunyada wax ka sheegay adigana diintaadii ayay ayaguna wax ka helay halka sad ku timoobaysan aw yansa maalima maynu ila wixii markaa soo bartay wa inama sumiya talibul ilmi ilmi akid doonayay waxa lagu magacay ma taqulu baa loo dhan jiray wa li kasrati ma kibar bidoo yakaru hayo qulula ku ila fi zaman alawli ma taqulu fi hadhi almas'ala وإنما تفقه أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو يعني فقيه كنقضي بكثرة المطارحة مطارحة هي مرقى إسكتورده والمذاكرة هي مذاكرة هي وداغرسك في دكانه حين كان بزازا مرقى أهادر لها أما بعد لها فبهذا يعلم كاسا وحلو غاري أن تحصيل العلم والفقه يجتمع مع الكسب إنه كسب يشقيسنا ولك المكرو إسراعي كرام وعلى شيخ لي وإنما سمي طالب العلم طالب العلم يوحى لقوم وقوم غعابي ما تقول ما تقول بالورنجي نيكا طالب العلم يا حل قاهرة ما تقول مد ما تقول صو صعدا كاسوا ما تقول مركل الدنيا إلا ترى كاسوا حير وأما هو أرض يمركل الدنيا إلا ما تقول بالورنجي أم حاسة لو لكثرة ما كيف ربنا إذا كانوا هن يقولون كوي هذا في الزمان الأول وقت جيهرة وحي أورنجرين ما تقول في هذه المسألة أيها دحذو ذي أورنجرين ومذاكرة ذي مطارحة ذي مسؤولين كيسكتوري جرين أو يورني مسألة ذا محاتك الله يضحي وإنما تبقها أبو حنيفة رحمه الله تعالى وحو ملك أفقيها كن نقضي
بكثرة المطارحة مطارحة هي تورد فرابا نيدا مركا يسوتوريين امد ولا امد كلام السلدي سمركا وريدا يوتوري والمذاكرة هي مذاكرة ولا اخرسكي ومركا عندي وصوكا شاوت مادة اما عندي مركا دي وحكينا كيسريس اما عندي اقرايهم مطارحة هي مذاكرة وكل السميري في دكاني دكان كيسي حين جوردي كانوا بزازا وحا بزاز هي مركا مد بعد لا ابوها بزاز جو وحوي واكن يبيع البز بزر وحل إلى ثياب مريها إياه إلى هذا مركب بهذا خاصة يعلم لوغري أن تحصيل العلم والفقه علم جي فقه حسين دي سيجتمع مع الكسب كسب مركب كل ما يانو يعني قفج يسوع علمي براني هذا كسب إنه سمين كرو وهذا قبل الله كان مرمان ونقطة مركاين وخصبه ذو إن أنه هذا علم جي يأخذ شيء من ذاك الشيء أنه كتجين أنبياء ذا أرض منا ذاك هو مركا خصبه أو سعي ورزق الرهض سدا أيه هاين ولي بدن إنه ذاك كتب تو هذا هيننا إم وربدن أو كم ذا أيه نسبوين كودو ذا أي مركا نسبة حرفة المامة يسا أيه نمك الحلواني وقلاي ناس صعدا دواكي حلو دي مني صفار أكره دواكا صفر كي يوحى ملكة السمعيني قفال أكره لبنين أو ملكة الشافعي دي ووينة دواكي قفل هذا ملكة السمعيني وليو من كود ملكة آد وقوه رمري آد بيوبان دي نسوة دا ملكة حرف الله وقول نسمعيني يا أيل حايين وكان أبو حفص الكبير البخاري أبو حفص الكبير وهو البخاري امرك البخاري لون اسمه يكتسب من شقيسا ويكرر وانا اخرين يوارها عن يدرسك فان كان لابد لطالب العلم قبقى طالب علم يحضي لغم المارتين من الكسب لنفقة عيالي وغيرهم فليكتسب ها كسبه وليكرر ها العلي هرع وليذاكر مذاكرة دين هوضه ولا يكسل يوه سن وليس لصحيح البدن والعقل كي تشركي سي عقلي سعيه ومسونان عذر ومسونان في ترك تعلمي تعلم كي يكبر الشيك تيدي وتفقه تفقه هي فهم يعني فهمده يعني وفقه مركة فهم يبرني فمن كان له مال كثير كمال يحول أفر مدن مسونان فنعم المال الصالح مال ونكسن يا نعمل هذا للرجل الصالح نوانا اكسر اصغنا ذي مالكي المنصرفي و علمي كبحي في طريق العلم علمي طريق يسا يود ديسا وحشيخ الله رحمه الله تعالى هلكا وكان ابو حفص الكبير وحوى شيخ ابو الحفص الكبير ليلة هضو واحمد بن حفص ابو الحفص البخاري نفقيها وحنفيها أيوها خير بخارة عالم كودي بها حل جيسا كبير نوحا لويري نينو دليوا يساقونا شيخها ولو نجي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حفص الفقيه مركا كبير مركا كوالد كوين أيال لقوضا وانا يريهم بعلمضا انت إصدى الشيء اللي يقاني علماء علماء الشيء اللي أدبوا يريهم با إمام الشافعي هذا ما بس يتربط سبكيو خمليو إمام الحرمينيو وترير أو كابنبا وإذا تقولوا مركا صلاة صحون دلو أيو مركا برسيدة لكن واقف إمام قولوا هذا حتى معاصرين أن إن مركا شيخنا يا أبو حسن العباد باجر مركا يعني عندك هذا رخيصة ما تشرتو مرا شيخ دانك يا أخي موسى مركا حقك خمس سنين إن مركا أبو الحبس الكبير البخاري إما قال ذا بخاري لون سبيي كان يكتسب وحها مد شقيستا ويكرر عشر كيسنا وأخر سنة ييو وراعنا ييو كموتين إلا بادبا ويسكو ولي يكتسب ويحر ويكرر العلوم وحني مركاتي وطهي إني كل ميان علمي حسنين دي سيئو كسبك إني كل ميان وأنا يا هين إما إن العلم أقوده إما إن المركز الشقي كسب أقوده أنا يا هين لا بدي والله كل مين قرقف يسوع شقي سنة يرى
inuu markaa waxna baran karo waliba de xilligii hore de waxay ahayd in waxaad afgaa sheekha akhriyad kala kulantee maanta adigoo ku jiraad intaad herfoonada dhagaha gashato ayaa fanni walba iyo kitaab walba aad dhegaysanaysaa oo aad kolkaad markaa wax ibinaysa iska joojinaysaa ina la inta kalena aad akhrisanaysaa oo maanta jaaniska la hayso de xilliyada hore lama haysani laakiin de cidda ka faa'iidaysanaysa ayaa taana maanta yar deer isku qaybtoona halkaa inoogu joogto wallahu aclam. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.